أسأل حضرتك، يعني نترك الاقتصاد ونتحول للشأن السياسي العربي والمشاركة المصرية الإماراتية والتوافق في وجهات النظر في الكثير من الأمور التي تصيب المنطقة العربية والشرق الأوسط. نجد من حولنا سوريا في مأزق، ليبيا تعاني، اليمن تعاني أيضا من ناحية، والأزمة الفلسطينية الدائمة الحاضر الغائب في كل الأزمات، تنظيم داعش الإرهابي، الإخوان، الجماعة الإرهابية إلى آخره. كيف تنتوي مصر والإمارات العمل المشترك في هذه الفترة وفي المستقبل؟ بداية، الحرص الإماراتي على التواصل والتشاور مع مصر هو امتداد للنظرة الاستراتيجية التي تميز دولة الإمارات في التعامل مع القضايا الحوية التي تمر بها هذه المنطقة، من خلال التركيز على التنسيق مع مصر، خاصة وأن قيادة البلدين تؤمنان بأن الأمن في هذه المنطقة هو امتداد للأمن في مصر، وكذلك نظرة القيادة المصرية بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وعبر التنسيق والحرص من جانب الإماراتي على كان ردا على أولئك الذين اعتقدوا أنهم قادرون على عزل مصر وبالتالي تحييدها في وإحداث خلل في التوازن الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حيث تتقاطع فيه المصالح الدولية. مصر والإمارات مواقف مشتركة ونظرة مشتركة كذلك لقضايا الأمن والتصدي للإرهاب، يعني وجدنا تنسيق على أعلى المستويات في هذا المجال، ينطلقان من أرضية مشتركة ومن موقف مشترك في خطورة ما يجري في المحيط العربي حاليا، بالذات في سوريا وفي العراق وفي منطقة الجوار الذي يحيط سواء بمصر أو بدول الخليج العربية. لذلك كانت القيادة في البلدين الشقيقين استدركت مبكرا أهمية التنسيق والتصدي لهذا الخطر الذي لا يتهدد فقط مصالح البلدين الشقيقين، وإنما يعد خطر وجودي على المنطقة بأسرها. نعم، يعني خطر الإرهاب خطر وجودي يستلزم التنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر من المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي رفيع المستوى، وأيضا من المستوى الشعبي والمتعلق بالتوعية. سؤالي، هناك شق آخر ينبغي النظر له إن اتفقت معي، يعني ما هو دور الأزهر، وإن أردت أن توجه رسالة للأزهر الشريف فيما يتعلق ب مناهضة الإرهاب، مكافحة الإرهاب، مكافحة الفكر المتطرف الذي بدأ يسود من خلال ظهور تنظيمات إرهابية وأفكار إرهابية تستند على أسانيد وحجج باطلة من الدين الإسلامي، والدين الإسلامي منها بريء؟ نعم، في قيادة الدولة الإمارات وكذلك القيادة في مصر يعني تنبهت لهذا الخطر مبكرا، ليس فقط ومقاومته ليس فقط على الصعيد الأمني ولكن أيضا على الصعيد الفكري. كانت للأزهر الشريف مبادرات تركز على إبراز قيم الوسطية والاعتدال في عقيدتنا السمحاء، كان لدولة الإمارات كذلك مبادرة في هذا الاتجاه من خلال إقامة مجلس حكماء المسلمين الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، وهي مبادرات تتجه كلها لصالح تعزيز قيم الوسطية والاعتدال في الإسلام في مواجهة هذه التيارات المتطرفة التي تقوم بترويع الآخرين وقتل النفس البريئة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ونسف وتدمير مقدرات الشعوب. لذلك وجدنا أن مقابل أصوات التطرف كانت دائما أصوات الحكمة والاعتدال تنبعث من بين ردهات ومنارة الأزهر الشريف وكذلك من دولة الإمارات من خلال مجلس حكماء المسلمين الذين كانت لهم الكلمة في كل موقف يستهدف فيه الدين في كل مكان. أثير في الأيام القليلة الماضية تساؤل بشأن عقد قمة
مصادفة إنجاز التعبير ما بين الرئيس المصري وما بين حاكم قطر الشيخ تميم؟ هل هذه الأمور جانبها الصواب ولا ليست معروفة على وجه الدقة إن كانت ستتم هذه القمة على أرض الإمارات أم لا؟ بداية هذا شأن يتعلق بالبلدين في القاهرة والدوحة، ولكن ثق تماما أن دولة الإمارات كانت دوما مع كل جهد يبذل في سبيل تحقيق الوفاق العربي والمصالحة العربية، لأن دولة الإمارات دولة قامت على أسس من الحكمة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. الذي يرى دائما في وحدة الصف العربي قوة للعرب جميعاً.